نريم بيجي تكشف عن مرضها، شاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أسامة مروة اللي تفاعل بمجموعة من الستوريات مبارح بعد الإفطار وصرح إنه هو رايح للجيم، والبعض بيتوقع إنه أسامة عم يهتم كتير بشكله بهاي الفترة لأنه بعد رمضان يمكن يعلن عن خطبته. أما نارين بيوتي فكشفت عن مرضها إنه طلعت لها العروسة مرة تانية على عينها، والجمهور نصحها تحط خاتم واحدة مخطوبة على عينها وبتروح. أما شيرين بيوتي وسيدرا كانوا بالأمس متواجدين في إيفنت مع المشاهير وقاموا بأخذ صور معهم في مول، ف بكرت كتير يعني فقت على 12، يعني هاي بكير عندي صراحة. فقت على 12 لبست وجهزت حالي وهلأ الساعة 2 ونص، المفروض أكون 4. تخيل الطريق نص ساعة، يعني رح أوصل 3. طب يعني عرفتوا من مين التأخير؟ أكيد من لين، لأنه أنا يعني هاي لحالي رايحة وخلصت على